يعد مركز مدينة الغرير من أكثر مراكز التسوق جذباً للزوار خلال مفاجآت صيف دبي في دورتها 14، فهو من أقدم مراكز التسوق الحديثة التي تعدت شهرتها الإمارات، ويعد أحد أهم ملامح دبي وأشهر مواقعها. واليوم وبعد عمليات تجديد موسعة، أصبح المركز يشكل مدينة مصغرة تجمع العديد من الخصائص وتجعل منها مركزا فريدا للزائرين. فالتصاميم المتميزة التي تجمع بين المناظر المستوحاة من الطبيعة العربية ومشاهد الشوارع الرائعة، بالإضافة إلى أنها تضم أشهر العلامات التجارية في العالم، إلى جانب تقديم أفضل وسائل الترفيه وأطيب المأكولات. الفعاليات فيها حلوة جدا يعني، والأطفال يتمتعوا فيها يعني كأننا يعني بمنطقتنا. مبسوطة بدبي، دبي وراح أجي لها مرة ثانية. فعاليات ممتازة جدا ومشوقة، فيها جميع العناصر السياحة. المركز يحتضن العديد من الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية التي يقدمها خلال حدث مفاجآت صيف دبي، إذ يشهد المتسوقون سلسلة من الفعاليات اللافتة للنظر والمشوقة. فعلى المسرح الرئيسي للمركز استمتع الحضور بالعرض المشوق للشخصية الكرتونية المحببة للأطفال باور باف جيرل، والتي قامت به مجموعة متميزة من المؤدين باستعراض رقصات غنائية في أجواء من المرح والتسلية سلبت عقول الكبار قبل الصغار، وانتزعت تصفيق الحاضرين، مما جعل من مدينة الغرير مقصدا عائليا هاما في حدث مفاجآت صيف دبي، وذلك للفوز بتجربة متميزة لأمسية من الترفيه خارج المنزل لا يمكن تفويتها.